زهرة المدهون، عندي إعاقة حركية من الولادة طبعا، غير إنه أنا عندي إعاقة، عندي عدة أمراض مزمنة منها مرض السرطان، هو طبعا في راسي. تفاجأت إنه أنا لما كنت أتقاضى إنه الشؤون الاجتماعية كنت أنا بأصرف منه على العلاجات وهيك، فاتضح انهم قطعوا لي. عندي مرض سكري، هو يعني انتم عارفين شو مرض السكري، انه هذا بده عنايه وبده علاجات. الكرسي هذا انا قاعد عليه طبعا بمصاريه بالتقسيط اخذته، لاني رحت على كذا مؤسسه وما طلعوا لي شيء، اضطريت بعد 5 سنين اشتري على حسابي الخاص، وهني بسدد في حقه، كنت اسدد في حقه من عن طريق الشؤون الاجتماعية، انه انا باخد شؤون واسد. هالقد انا ما سديتش ولا اشي بسبب انه هم قطعوا الشؤون عني. ابويا وامي طبعا الله يرحمهم، فيش عندي اخو واحد انا وياه، وعايشة عنده في البيت، عنده 9 انفار غيري. دوبو هو يمشي اموره اني لأولاده ولإله الشخصي، كيف انا اني انا عبء اكبر من انه يخدمني. انت شايف كيف الدرج الا انا انزل على ركبي، بنزل سحب بسبح سبح. مين برضى انه بنته تكون هيك؟ يعني من المسائل او من اي حد او من اي جهة معنية في هذه القصة او في ذوي الاعاقة او في اي انسان عنده ضمير. الحلم اللي انا بأحلم انه انا يتوفر لي بيت موائم لإلي، انه انا اتعالج واخد علاجي، حد يهتم في علاجي ويرجع لي شؤون الاجتماعية اللي انقطع، عشان اسد انا الكرسي اللي انا باخد اللي مخداه بالتقسيط.